السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله أشرح لكم درس جديد، الدرس رقم 10، يعني لا لوسون نيميرو 10 بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. العنوان الدرس ديالنا هو لي ميلونج، بالعربية الخلائط. إذا على بركة الله، غون أه ميلونج خليط، غندير واحد لاكتيفيتي اكسبيرمونطال. انطلاقا من لاكتيفيتي غنقدرو نعطو واحد لا ديفينيسيون، يعني تعريف ديال ان ميلونج. كيسكا ميلونج؟ اذا ناخذ ليماج الاولى. اذا كتبان لك بان في هذا ليماج كاين عندي ماء عاكر، بالفرنسي كنقول له او تخوبل، ولا نقدر نسمو ايضا او بوز، يعني ماء يحتوي على الوحل. هنا كيبان لك هنا عندك هنا الوحل، ولا ايضا نقدر نسمو ايضا او ارجيلوز مثلا دون ريفيير، يعني ماء مغيس ديال واحد النهر كمثال. ناخذ الصوره الاخرى، كتبان لك هنا عندك هنا او بليس لويل، يعني الماء والزيت، الماء بليس يعني زائد الزيت. وناخذ الصوره الاخيره اللي كيبان لي بانه ماء غازي، يعني او غازوز. هادو سوسون دي ميلونج. علاش هادو سوسون دي ميلونج؟ الا خدينا مثلا الصوره الاولى، هنا كيبان لينا اون بو ديستانغي بار لوني، كي نقدر نميزو بالعين المجرده اش كاين عندي الماء. اذا كي ان هاد لو تخوبل اي كونستيتي اي فورمي دو كوا، كيتكون من ناش من لو بلوس لا تيغ، يعني عندي هنا التربه. بالنسبه لهذا كيبان لي بان هنا عندي الزيت، هنا عندي الماء، يعني عندي انا لويل اي لو. هنا كيبان لي بان هنا عندي لو، وهنا كيبين هنا ديبول، يعني فقاعات ديبول غازوز، يعني فقاعات غازيه. يعني كاين هنا لو الماء، وكاين هنا ان غاز. يعني هنايا قدرنا نميزو دو كونستيتيون، هنا قدرنا نميزو دو كونستيتيون، حتى هنا قدرنا نميزو دو كونستيتيون. يعني الا قدرنا نميزو دو كونستيتيون بار لايني، دونك هذاك كنسمو ان ميلونج. دونك في هاد الحاله ممكن نعطيو واحد لا ديفينيسيون دان ميلونج. ان ميلونج اي فورمي دو دو او بليزيوغ كونستيتيون، خص يكونوا ديفيرون، يعني خص يكونوا مختلفين، يعني او موا خص يكون كيتكون من دو كونستيتيون، يعني على الاقل كيتكون من مكونين. الا كان كيتكون من دو مكونين، اذا في هاد الحاله كنقولوا بانه ايتا ميلونج، يعني خليط. اذا الا خدينا مثلا هاد لي ماسك، الا خدينا لو، لو راه ليكيد، و لا تيغ راه كتكون سوليد، يعني ميلونج بو اتر فورمي، يقدر يكون انه كيتكون كونستيتيي، يعني يتشكل من واحد ليكيد واحد، يقدر يكون مثلا سوليد، ولا يقدر انه تكون من دو ليكيد، يعني عندي ليكيد ليكيد، ولا يقدر يكون ان هذا الميلونج يقدر فورمي دان ليكيد، يعني لو او بيان او بليس ان غاز، ويقدر يتكون مثلا من بليزيور غاز. هادشي غنشوفها في الفقره الاخيره. دونك اوبسرفاسيون اي انتربريتاسيون. دونك اوبوز او بيان لو تخوبل ولا ارجيلوز اي كونستيتي، يحتوي على لا تيغ يعني التربه، وكيحتوي علاش على لو يعني الماء والتربه. المثال الاخر اللي خدينا او بلس لويل اي كونستيتي، يحتوي يتكون من الماء وكيتكون من الزيت. او غازوز يعني الماء غازي، شنو فيه؟ فيه الماء، اي كونستيتي دو لو اي دان غاز. دونك بما انني ميزنا دو كونستيتيون، دونك في هذه الحاله نقولوا بان هادو سوسون دي ميلونج، يعني خلائط. اون دي كو نقول ان او بليس لويل او بووز اي لو غازوز سون دي ميلونج. دونك انطلاقا من هنا نقدروا نعطوا لا ديفينيسيون ديال دا ميلونج. اذا على الاقل نقدروا نميزوا اون بو ديستانغي دو كونستيتيون او موان. دونك اكسبلواتاسيون، دونك يعني اشمن حاجه اللي خصك تاخذ، ان ميلونج خليط اي فورمي دو دو او بليزيور كونستيتيون ديفيرون، يعني خليط كيتكون يتشكل من دو دو، يعني جوج كونستيتيون مكونين، او ولا عده مكونات، ولكن المكونات خص يكونوا مختلفين. هذا هو ديفينيسيون ديال ان ميلونج. نقدر نبدل لا ديفينيسيون اخرى، نقدر نقول اي كونستيتي او موا دو كونستيتيون او بليس، يعني على الاقل يتكون من مكونين او اكثر. دونك هذه هي لا ديفينيسيون دا ميلونج. الا قدرتي تميز دو كونستيتيون صافي، بلا ما تميز لا ثلاثه ولا اربعه ولا شي حاجه، اذا في هذه الحاله غنقولوا راه ايتا ميلونج. وقلنا ميلونج بو اتر فورمي، يقدر انه يتكون يتشكل من دان ليكيد ودان سوليد، بحال مثلا لو بوز كاين عندي ليكيد لو، وعندي لا تيغ راه سوليد. ويقدر ان هذاك الميلونج بو اتر فورمي دان ليكيد اي دان غاز، يقدر يكون مثلا من ليكيد ها هو ليكيد او، ومثلا ان غاز بحال مثلا لو غازوز. ويقدر يتكون من دو ليكيد،
دو ليكيد مثلا بحال مثلا لو اي لويل بحال مثلا لو لي او لو مثلا الحليب والزيت مثلا لالكول اي لو الكحول والماء دونك هنا فورمي دو ليكيد il peut être également formé ممكن ايضا انه تكون من دي غاز يقدر يكون مثلا مكون من دي غاز بحال مثلا لاغ كنعرفوا بان لاغ راه كيتكون يعني الهواء كيتكون من بليزيوغ غاز يعني كيتكون مثلا من ديوكسيجين ثنائي الاكسجين من ثنائي الازوت ديازوت ديوكسيد دو كربون دونك هذاك راه لاغ راه حتى هو ايتان ميلانج وحنا غنشوفوا في اخر فقره دابا نشوفوا لي ديفيرون تيب دو ميلانج يعني مختلف الانواع ديال الميلانج لي تيب يعني انواع ديال الخلاط انواع الخلائط انت راك كتعرفهم في الابتدائي فيك اللي قريتي خليط متجانس وخليط غير متجانس دونك غندير واحد لاكتيفيتي اكسبيرمونطال ناخذ مثلا ليماج الاولى اللي خدينا مثلا لو طخوبل وقلنا لو ارجيلوز ولا لو بوز ناخذ الصوره الاخرى اللي عندي مثلا او مينيرال يعني ماء معدني دونك علاش ان هذا ايتا ميلونج راه لان قدرنا نميزو لا تير او لون هذا واش ايتا ميلونج ايتا ميلونج علاش لان هذا راه كاينين هنا دي مينيرو يعني كيكونوا معادن ديسو يعني مذاب في الماء ولكن هنا ما كنقدروش نميزهم بالعين المجرده اون نو بو با ديستينغي بار لاين ما نقدروش نميزهم بالعين المجرده اما هنا ممكن نميزو كال كونستيتيون يعني كنقدروا نميزو بعض او بيان سيغتان كونستيتيون بحال مثلا كيبان لي هنا الماء كيبان لي مثلا واحد الواحد كاين هنايا يقدر يكون مثلا شي اغصان كمثال ممكن تكون مثلا هنا التربه تقدر تكون احجار دونك هادو ممكن نميزو بالعين المجرده اذا اللي كنقدروا نميزو بالعين المجرده اون بو ديستينغي بار لاين دونك اون بو ديستينغي نميز سيغتان بعض ولا كالك كونستيتيون اليني بالعين المجرده اذا في هذه الحاله كنسمو ميلونج ايتيروجين يعني خليط غير متجانس ميلونج ايتيروجين اما هنا كيبان لي هذوك لي مينيرو اللي كاين ما كنقدرش نميزهم بالعين المجرده دونك هنا اون نو بو با ديستينغي لا نقدرش نميز لا نميز مكوناتي بالعين المجرده اون نو بو با ديستينغي سي كونستيتيون اليني اذا في هذه الحاله كيكونوا هنا مخبيين مذابين ديسو دون لو دونك في هاد الحاله كنسميو هذا خليط متجانس بالفرنسيه كنقولو ميلونج اوموجين دونك ميلونج اوم هيتيروجين راه هنا اون بو ديستينغي سيغتان كونستيتيون او بيان كال كونستيتيون اليني اما اوموجين ما نقدروش نميزو اون نو بو با ديستينغي سي كونستيتيون اليني دونك راه عندنا جوج انواع ديال الميلونج كاين ميلونج اوموجين وميلونج هيتيروجين Donc on peut distinguer quels constituants de l'eau trouble, et dans la direction de l'air, il y a le mal à quel mot qu'il mise au bas du mot qu'on est, le matin la terre ou le matin l'eau, on dit donc que l'eau trouble, il y a le mal à quel est un mélange hétérogène. Donc, il faut avoir les bons réhémotégènes. Mais si vous d'arrouz, il mise gare le mot qu'on est quand même, à quel point au moins deux constituants. وعندنا الحاله الاخرى اون نو بو با ديستانغي لي كونستيتيون دو لو مينيرال ما نقدروش نميزو المكونات ديال لو مينيرال يعني الماء المعدني في هذه الحاله كنقولوا اون دي دونك كو لو نقول اذا ان لو مينيرال الماء المعدني اي تان ميلونج اوموجين يعني خليط متجانس Exploitation, il y a une chose à retenir. Donc, on a un mélange dit homogène si on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. خليط نقول انه مثلا خليط متجانس اذا مثلا لكن ما نقدروش نستطيعوا نميزوا المكونات ديالو سي كونستيتيون اليني وعندنا اكزامبل نعطيو دي زيكزامبل باش تعرف مثلا كمثال ممكن ناخذ لو مينيرال ما نقدروش نميزوا المكونات ديالها كنقدر يبان لنا الماء فقط كنبان لنا مكون واحد لو دو ما كنعرفوا لو دو ما كيكون اوصال يعني كيكون ماء مالح الملح كتكون مذابه فيه يعني ديسو دون لو ما تقدرش تميز كتميز غير الماء والمكونات الاخرى ما كتقدرش تميزهم بالنسبه لو سونغ يعني المكونات ديال الدم حتى ما كتقدرش تميزهم اذا في هذه الحاله راه ايتا ميلونج اوموجين لا الهواء انت راه دابا قدامك الهواء اذا في هذه الحاله كيتكينين بلوزيوغ غاز وما كيبان لك حتى واحد دونك ما تقدرش تميز المكونات ديال لا اذا في هذه الحاله كتقول بان لا ايتا ميلونج اوموجين دابا ندوزو ميلونج هيتيروجين ان ميلونج اي دي ام او هيتيروجين نقول ان خليط غير متجانس سي او موان دو كونستيتيون
au moins des ces constituants peuvent être visibles à l'œil يعني على الاقل مكونين ديالو ممكن اننا نشوفوهم فيزيبل كونوا مرئيين بالعين المجرده ماشي بالضروري الميكروسكوب نستعملوا مثلا المجهر الميكروسكوب دونك هنا كنهضروا على العين المجرده نعطيو دي زيكزامبل مثلا كمثال ميلونج دو لو اي لويل من كندير الخليط ما بين الماء والزيت كيبان لك الماء وكيبان لك الزيت اذا في هذه الحاله كتقول راه اون بو ديستانغي لي كونستيتيون ديالو دونك في هذه الحاله راه ايتا ميلونج هيتيروجين بالنسبه للطخوب راه حنا هضرنا به وخدمنا به الدرس ديالنا كيبان لك التربه كتبان لك الماء دونك في هذه الحاله ايتا ميلونج هيتيروجين بالنسبه للو بليغ صابر يعني الماء زائد الرمل كنعرفوا الرمل كيكون انسوليبل دون لو كيكون غير قابل للذوبان في الماء دونك كيبان لك بان الرمل كيهبط الى الاسفل يعني كيكون واحد بريسيبيتي يعني واحد الرصيف كيكون اوفون في العمق ديال يعني في القاع ديال الكاس مثلا وكيبان لك الماء اذا تقدر تميز لو تقدر تميز صابر اذا في هذه الحاله لو بلي صابر اي تان ميلونج هيتيروجين يعني خليط غير متجانس Grand 3, دابا نشوفو دي زيكزامبل، إكزامبل دو كالك ميلونج، يعني أمثلة لبعض الخلائط، ناخدو مثلا ميلونج أو بليس الكول، حتى هادشي كيتحط في التمارين، يعني خليط ما بين الماء والكحول، ولا نقدرو نقول الماء بليس فينيغر، يعني الماء زائد الخل، بحال بحال، نفس الهضرة اللي كنقولو الكول، دوك شنو غنديرو؟ غناخدو أكتيفيتي إكسبونت، ندير واحد التجربة، نخلطو، دوك هنا غناخدو لو. مثلا خديت اللون ديالو زرق هو راه غير كناخذو بحال هكاك راه كيبان لك اللون ديالو ما عندوش نقدر نقولو ما عندوش لون بلوس مثلا هذا هو لو بلوس لالكول لالكول راه اللون ديال لالكول راه بحالو راه بحال الماء بحال لالكول راه بحال بحال غير هنا درت هنا الزروقيه باش تبان لك بان راه هذا الماء دونك هذا هو الكحول الكول دونك شنو عندي غنحاول نخلطهم دونك اون ميلونج لي دو دونك هنا ابري اجيتاسيون من غنخلطهم وغنحرك دونك من غنحرك شنو لاحظ لاحظ في هذه الحاله ما نقدرش نميز دونك غيكون عندي واحد الميلونج ما بينات اونتر او بليس لالكول هنا ما كنقدر نميز لا فينا ولا الكول لا فينا هو لو غير هنا درت الزروقيه باش نبين لك بان هنا راه عندي لو دونك هنا ما كتبع ما تقدرش تميز فينا اون بو با ديستانغي لالكول من لو ولا لو من لالكول اذا في هذه الحاله الا كنا كنقولوا بان هذا راه ميلونج اش هوموجين يعني خليط متجانس اذا في هذه الحاله كنقول بان لو اي الكول راهم قابلان للامتزاج يعني كيكونوا كنقولوا ميسيبل دونك هنا كنحصلوا على ميلونج هوموجين يعني خليط متجانس لكن ما كنقدروش نميزوا المكونات اون نو بو با ديستانغي سي كونستيتيون ديالو بار لوني في هذه الحاله كنقولوا بان لو يعني الماء الى الكول يعني الكحول سون ميسيبل ميسيبل يعني قابلان للامتزاج اذا لكانوا مثلا لو الى الكول كانوا ميسيبل اذا كنحصلوا اون اوبتيان ان ميلونج هوموجين ولا كان عندنا ميلونج هوموجين في هذه الحاله كيكونوا هذوك لو دو ليكيد راه سون ميسيبل يعني قابلين للامتزاج اوبسرفاسيون دونك داكشي اللي شرحناه دابا كتبتو لك دابا ابخي لاجيتاسيون يعني من بعد عمليه التحريك او نو بو با بلي ديستانغي لالكول دو لو يعني ما نقدروش نميزو لالكول من لو بيناتهم ما كنقدروش نميزو دونك هنا في هذه الحاله ان سو فورم ان ميلونج هوموجين حيت التعريف ديال ميلونج هوموجين او نو بو با ديستانغي سي كونستيتيون بار لوي ني دونك ما نقدرش نميزو المكونات ديالو بالعين المجرده اذا في هذه الحاله كنقولوا اون دي كو لو اي الكول الماء والكحول سون دو ليكيد ميسيف يعني سائلين قابلين للامتزاج هذه المعنى ديالي ممكن انهم يتخلطوا قابل للامتزاج دونك اكسبلواتاسيون دونك ا روتونيغ دو ليكيد بصفة عامة دابا ناخدوش مثلا لالكول لو اي لالكول نقدر ناخدو دو ليكيد اخرين يعني سوائل اخرين دو ليكيد سون ميسيبل الا كانوا سائلين سون ميسيبل يعني قابلين للامتزاج اذا في هاد الحالة راه سي سي هادي اس اي راه هنا اكسون دونك هنا سي اذا كان كيكونوا لي ان ميلونج هوموجين سيل فورم ان ميلونج هوموجين ولا كانوا سيل فورم ان ميلونج هوموجين راه كيكونوا هذوك لي دو ليكيد كيكونوا سون ميسيبل يعني الا كانوا قابلين للامتزاج راه كيكون ميلونج هوموجين ولا كان لا كان سيل فور يعني كيكون ميلونج هوموجين راه هما كنقولوا راه هذوك لي دو ليكيد سون ميسيبل ميسيبل يعني المعنى ديالها قابلين للامتزاج ناخذ نوع اخر من الميلونج اللي خدينا مثلا او الوي يعني الماء والزيت حنا كنعرفوا الماء ما كيتخلطش مع الزيت نهائيا
دونك نديرو اكتيفيتي اكسبيريمونطال. دونك حنا ملي كنديرو الماء والزيت كتلقى بان لو كيكون في الاسفل وكتلقى الزيت كتكون في الاعلى. وفين نشرح حنا هذه في الدرس ديال لاماس فوليميك، حيت لاماس فوليميك ديال الزيت كتساوي 0.8 تقريبا 80 ولا 90 بحال هكاك على حسب النوع ديال الزيت اللي مستعمل. وبالنسبه للو، لو كتساوي 1 غرام، ولو خص يكون ليكيد 1 غرام par milliliter ولا سنتيمتر كيوب. دونك لا ماس فوليميك ديال اللو راه كتكون سوبيريور على لا ماس فوليميك ديال الويل. هادشي علاش كتلقى الزيت كيكون فلوت سيغ لو. اذا هادشي شرحناه في لا ماس فوليميك. دونك هنا ملي كنديرو ما كيتخلطوش لينا، دونك هنا ما كيتخلطوش ابخي لاجيتاسيون ملي كنخلطهم بهكا. اشنو كنلاحظوا؟ بان هنا كيكون واحد الفقاعات بحال مثلا دي بول، بحال الشكل ديال اللي قرينا في لو موديل بارتيكولير، بحال دوك دي بول، يعني كريات كيكونوا صغار، دي غوتلات يعني قطرات صغيره، وكيكونوا ديسبيرسي ما كيتلاقاوش مع بعضياتهم، يعني بحال هاد الشكل. دونك هذا كنسموه ايمولسيون، يعني بس عربي كنقول مستحلب، يعني كيكون ملي كتحركوا بزاف خذ واحد شويه الزيت، خذ الماء وحاول تحركوا حتى مزيان، وتحصل على واحد كتلقى فقاعات ديال الزيت عالقين في الماء. دونك فهاد الحاله كيتسمى ايمولسيون. وعن من بعد غنتركوه يرتاح، دونك هنا اون ليس لو روبوزي او بيان او روبو، في حالة سكون ارجع الزيت غيطلع الفوق والماء غيكون في الاسفل، اذا ما غيتخلطوش لينا. دونك في هذه الحالة كنقولوا بان هاد لو دي ليكيد، هاد الويل اي لو غير قابلان للامتزاج. دونك في هذه الحالة نقولوا نو ميسيبل. Observation interprétation avant l'agitation. يعني بعد l'agitation شنو الويل غيست او ديسو دو لو. دونك قبل l'agitation الزيت كيكون فوق والماء كيكون في الاسفل، يعني كيكون الزيت فوق الماء، هذه هي المعنى ديالها. ابخي l'agitation يعني من بعد l'agitation شنو حصلنا؟ دونك لو ميلونج اي تخوبل، اذا كيبان لي هنا تخوبل يعني تخلط لي الزيت مع الماء، وكيبان لي بان الويل سي ديسبيرسي دون لو سو فورم، هاو ديسبيرسي يعني بحال الشكل بحال كيتفرق في الزيت. دونك فورم دي مينيسكل يعني كيكون دي غوتلات يعني قطرات صغار بزاف، مينيسكل يعني شي حاجه صغيره ديال الزيت، قطرات ديال الزيت. سو ميلونج ايتابولي ان ايميلسيون، ايميلسيون ايميلسيون. دونك هنا ايميلسيون هو هذا، هو هذا اللي كنسميوه كيتسمى مستحلب. ومن بعد غيرجع كما كان، ما بقاوش غيتخلطوا ليا. ابخي او روبو يعني من بعد اون ليس لو روبوزي، من بعد اون اوبتيغ ان ميلونج ايتيروجين، اذا غنحصلوا هنا ميلونج ايتيروجين. دونك في هذه الحالة اون دي كو لو اي لويل سون دو ليكيد نون ميسيب، كنقولوا بأن الماء والزيت لا سائلين غير قابلين للامتزاج. إذا لكانوا دو ليكيد نون ميسيب راه فورم ان ميلونج ايتيروجين، ولا كانوا فورم ان ميلونج ايتيروجين راه كنقولوا هذوك لو دو ليكيد راه نون ميسيب. دونك ا روتونيغ بصفة عامة دو ليكيد يعني تقدر تاخذ مثلا ليسونس مع الماء، غازوال مع الماء، حيت ما كيتخلطوش. دونك في هذه الحالة كنقولوا راه سون دو ليكيد نون ميسيبل، دو ليكيد نون ميسيبل سائلين غير قابلين للامتزاج سي فورم ان ميلونج ايتيروجين، إلا كانوا كيكونوا ليا واحد الخليط اللي هو غير متجانس. نشوفوا دابا ميلونج غازوز يعني خليط غازي، حتى كتلقى لاغ واحد الخليط من مجموعه من الغازات. دونك ايتان ميلونج اكتيفيتي اكسبيريمونطال. دونك هاد التجربه غير باش نعرفوا بان راه لاغ ايتان ميلونج، كنديروا هنا واحد لي بروفيت غادي وكنقسموا هنا على خمسه، وكنديروا واحد لو كولور يعني ماء ملون، وكنحاولوا اون كونفيرس يعني كنحاولوا نقلبوا هذيك لي بروفيت غادي على واحد الشمعه يعني ان بوجي، وكتكون هنايا هذيك مشتعله، هذا هو لافلام يعني اللهب ديال بوجي ديال الشمعه. ابخي كيكانستون من بعد واحد اللحظات كنلاحظوا بان الشمعه كتطفى، كنقولوا بان لا بوجي سيتا، لا بوجي سيتا، وكنلاحظوا بان لو الماء يصعد ليا. اذا هنا كان اون اوبسيرف لا مونتي دو لو مونت دون لي بروفيت غادي، اذا تقريبا كيصعد ليا بواحد التدريجه وحده، يعني كياخذ ليا واحد حيت قسمنا على خمسه، بحال كياخذ ليا واحد من خمسه، من خمسة، حيت كان عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كياخد واحد من خمسة. دونك في هاد الحالة علاش
علاش طفات لي الشمعة؟ بوكوا لا بوجي سيتان؟ لأن كاين واحد الغاز كي بيرمي لا كومبيسيون، لأنه كاين واحد الغاز اللي كيساهم في الاحتراق، حيت لما كانش هو ما يقدرش تكون عندنا احتراق، باش عندنا كومبيسيون. دونك هو ديوكسيجين. دونك اوبسيرفاسيون اي انتربريتاسيون، اون اوبسيرف لا مونتي اي لو كولوري، لا مونتي دو لو كولوري، اذا الصعود ديال المستوى ديال الماء، لا بوجي سيتان، اذا كتطفى لينا هذيك تنطفئ الشمعه، كار اي لا بوزوان دان غاز اسونسيال ا لا كومبيسيون، علاش؟ لان كتحتاج هذيك الشمعه كتحتاج اش؟ واحد الغاز، واحد الغاز ضروري للاحتراق، هذه ا لا كومبيسيون كي سو تخوف دون لير، اذا كاين هنا في لير، اذا كاين هنا في لير، هو لي لو دي ديوكسيجين. حاجة أخرى، لأن بما أن الماء ما صعدش ليا كامل، يعني كاينين غازات أخرين هنا، حيت كنعرفوا الغاز علاش ما صعدش ليا، يعني لأن في الأول قبل البداية ديال الاحتراق، لأن كنعرفوا الهواء كيضغط، إذا كيدفع الماء ما كيخليش يصعد، إذا بما أنه هذاك الديوكسيجين استهلك ليا صعد ليا، بما أنه ما صعدش ليا حتى لهنا، إذا كاينين دوطخ غاز، يعني كاينين دوطخ غاز أخرين، يعني أن لاغ إيت أن ميلونج، دونك إل غاست دون لو بروفيت غادي دي غاز أخرين كي نو بيرمي با لا كومبيسيون، يعني ما كيساهموش في الاحتراق، كوم لو ديازوت، اذا كيكون واحد الغاز سميتو لو ديازوت، وكاين لو ديوكسيد دو كربون، كاين دوطخ غاز، اذا في هذه الحاله بما انني ميزت دو كونستيتيون، ميزت مثلا لو ديوكسيجين ولو ديازوت كمثال، نقدر نزيدو حنا كاع ثلاثه، على الاقل تميز جوج، اذا في هذه الحاله كنقولوا بان الغاز، ان الهواء راه ايطا ميلونج، حيت كنعرفوا ميلونج اي كونستي اي فورمي au moins deux constituants, يعني formé de deux ou plusieurs constituants les humains différents. Donc, faites حالة كنقول بأن الأغراء est un mélange. ارجع لواحد النقطة قبل لا ندير، دابا نشوفوا دابا حتى النسب تاعهم مهمين، كتلقى بأن هنا صعد ليا بالخمس، يعني واحد من خمسة، ولا درتي واحد على خمسة راه هي 0.2، واحد مقسوم على خمسة هي 0.2، هي إذا ضربتها في 100 تعطيك 20%، يعني بأن ثنائي الأكسجين ما بقاش عندي، المص خدا المكان ديالو، إذا في هذه الحالة كنقولوا بأن النسبة ديال ثنائي الأكسجين في واحد لو فوليم دار، في هذه الحالة واحد الحجم ديال الهواء كيما بيكون كبير ولا صغير، إذا كيمثل دائما 20%، وبالضبط كتكون 21%. دونك لير ناتيغال نون بولي، يعني الهواء الطبيعي اللي كيكون غير ملوث اي تان ميلونج اوموجين، لانه في بليزيوغ غاز، علاش دو بليزيوغ غاز ال كونتيان، كاين المكون الاول كيتسمى لو ديوكسيجين كيمثل كي روبريزونت 21% دو فوليم دار، اذا تحفظ هذا الشيء، ثنائي الاكسجين كيمثل 21%، وكاين عندي واحد لو غاز اخر اللي هو لو ديازوت كي روبريزونت 78%، يعني 78% دون ان فوليم دار، اذا كاين عندي ديوكسيجين روبريزونت 21% وديازوت روبريزونت 78%، يعني 78%، دونك لا درنا 21 بليس 78 غتعطيني 99%، يعني بقات ليا 1%، يعني كاينين دوطخ غاز، d'autres gaz contient ايضا d'autres gaz en faible quantité représente 1%، يعني كيحتوي على غازات اخرى بواحد لا كونتيتي، يعني واحد الكميه اللي كتكون ضعيفه، كيمثلوا اشنو؟ كيمثلوا 1%، تيل كو، يعني على سبيل المثال لو ديوكسيد دو كربون، كاين فابور دو، كاين دوطخ غاز، ولكن دائما كنتكلموا على لير نون بول، يعني غاز غير ملوث، حيت لو كان ملوث راه كيكون عندنا النسبه ديال ثنائي اكسيد الكربون كتكون كثار من هذا الشيء، اذا هذه خصك تكون عارفه، دونك خصك تحفظ هذه بان لير اي تان ميلونج، وكتعرف بان ديوكسيجين غوبريزونت 21% وديازوت غوبريزونت 78% و 1% ديال دوطخ غاز. كاين عندي واحد الملاحظه، الى بعض المرات في التمارين كتلقى بان كيقدروا يقول لك بان لا راه فيه دو غاز برانسيبو، يعني كاينين فيها دو غاز، حيت هادو كنسمو دي غاز يعني غازات رئيسيه، كاين ديوكسيجين وكاين ديازو، حيت كيمثلوا نسب كبار، اذا في هذه الحاله الا اعتبروا ليك الا اعتبروا بان هادو هما اللي كاينين هادو ما كاينينش، اذا النسب كيتغير، كتولي هذه 20% وهذه كتولي 80%. دونك هذه هي الغومارك اللي درت لكم دابا، سي اون نيغليز، إلا همنا لو فوليم دي كونستيتيون مينوريتار، يعني الغازات اللي كتكون النسبة ديالهم قليلة، دوطخ غاز، يعني بحال ما كاينينش، دونك اون بو كونسيدري، ممكن نعتبرو أن كان فوليم داغ، واحد الحجم ديال لاغ، مثلا غرفة، مثلا شي قارورة ولا شي حاجة، راه كتحتوي دائما على 20%، يعني واحد على خمسة الخمس.
20% ديال الديوكسيجين و80% يعني 4 على 5 ديال ديازوت. كيفاش لقينا ديك 4 على 5؟ داكشي اللي بقى لينا حيت كنا درنا قسمناه على 5 وبقات لي انا 4، يعني 4 مقسومه على 5 كتبقى دوطخ غاز. حنا دابا اعتبرنا بان لا راه فيه دو غاز، دونك في هذه الحاله كتبدلوا النسب، تولي 20% ديال الديوكسيجين ثنائي الاكسجين و80% ديال ديازوت. اذا هذا هو الدرس ديال الميلانج. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، ان شاء الله ندير لكم واحد لا سيري ديال ديكزارسيس في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.